في لقاء جديد استكمالا لحديثنا عن الاناتومي اوف ذا ميل جينيتال سيستم. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت على الاناتومي اوف ذا تيستس ابيديديمس والسكروتم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاناتومي اوف ذا داكتس ديفرنس سبرماتيك كورد اند ذا اكسسوري جينيتال جلاندس، اللي هو الوعاء الناقل او الازهر والحبل الخاص والاكسسوري جينيتال جلاند، الغدد التناسليه اللاحقه. ده هيكون محور حديثنا في محاضرة اليوم إن شاء الله. الدكتس ديفرنس أو الوعاء الناقل أو الأزهر ده عبارة عن continuation of the duct of the epididymis أو الإبيديديمال duct، يبقى هو الاستمرارية بتاعة الإبيديديمال duct extended from the tail of the epididymis to the beginning of the pelvic urethra to open in the colliculus seminalis. الدكتس ديفرنس ده امتداد الابيديديمال داكت او القناة البربخية، زي ما حضرتك شايف كده، هو امتداد الابيديديمال داكت. يروح يفتح فين بقى؟ يروح يدخل عن طريق الانجواينال كانال، بيمشي الاول في تورشوس مانر، بقى مجعد في اوله، بعد كده يدخل عن طريق الانجواينال كانال ويدخل جوه البلفيك كافيتي ويطلع على الدورزال سيرفيس اوف ذا يورينري بلادر، وبعدين يفتح في الانيشال بارت اوف ذا يوريثرا اللي هي البلفيك يوريثرا. يفتح فين؟ يفتح في ما يسمى بالكوليكولاس سيمناليز. الكوليكولاس سيمناليز هو امتداد اليوريثرا الكريست. لو حضرتك تفتكر الاثنين يوريتريك فولدز، الاثنين يوريتريك فولدز بيتقابلوا ويكونوا يوريثرال كريست، بتمشي اليوريثرال كريست تكون ما يسمى بالكوليكولاس سيمناليز، عباره عن بروميننت في الدورزال اسبيكت اوف ذا انيشال بارت اوف ذا بيلفيك يوريثرا، بيسموه الكوليكولاس سيمناليز او المجمع المنوي. المجمع المنوي اللي قدام حضرتك ده بتفتح فيه اهو صوره تانية، الاثنين ايجاكولاتور داكت او الاثنين داكتس بتاع الداكتس ديفرنس، زي ما نتكلم بعد كده على الايجاكولاتور داكت، يفتحوا الاثنين فيما يسمى بالكوليكولاس سيمناليز او المجمع المنوي. ولما فتحوا اليوريثرا ادي السيمينال فيزيكال، الغده هناخدها تباعا دلوقتي، وادي الداكتس ديفرنس، الاثنين بيتجمعوا في بعض الحيوانات ويكونوا ما يسمى بالايجاكولاتور داكت او القناه القاذفه، ويفتحوا جوه هذا البروز اللي موجود في الدورزال اسبيكت اوف ذا بلفيك يوريثرا، بيسموه كوليكولاس سيمناليز او المجمع المنوي. يبقى الداكتس ديفرنس بيدخل فين؟ بيدخل عن طريق ما يسمى بالانجواينال كانال، بيبدا تورشوس بارت اند جرادوالي بيكام ستريت، بعد كده بيبقى ستريت او مستقيم، رانز الونج ذا ميديال سايد اوف ذا هيد اوف ذا ابيديديمس اند كونتينوس ان ذا سبرماتيك كورد ان ذا سبيشال فولد كولد بيليكا داكتس ديفرنس. بص حضرتك معايا، ادي التستس وادي الابيديديمس، ده الداكتس ديفرنس او الوعاء الناقل، يعتبر ايه؟ امتداد للابيديديمال داكت، يمشي جوه فولد من البريتون خاصة بي، بيسموها بيليكا داكتس ديفرنس او الميزو داكتس ديفرنس. التركيب اللي انا بشاور عليه ده كله على بعضه كده اسمه ايه؟ اسمه سبرماتيك كورد، اللي هو الحبل المنوي او الحبل الخصوي. الحبل المنوي ده احد تركيبه هو الداكتس ديفرنس. هنتكلم بعد شوية على السبرماتيك كورد، هنقول ان في جزء من تركيبه اسمه الداكتس ديفرنس. الداكتس ديفرنس ماشي في فولد من البريتون لوحده، دي الفولد دي بيسموها ايه؟ بيسموها ميزو داكتس ديفرنس، ميزو داكتس ديفرنس او بيليكا داكتس ديفرنس. يبقى الطية من البريتون اللي بتحيط بالداكتس ديفرنس بنسميها الميزو داكتس ديفرنس او البيليكا داكتس ديفرنس. يمشي فين الداكتس ديفرنس؟ يمشي من تيل بتاع الابيديديمس، يستمر من الابيديديمال داكت ويستمر ويمشي جوه الانجواينال كانال زي ما حضرتك شايف كده، يدخل يبقى ميديا للنور بلادر، بعد كده جين الدورزال سيرفيس بتاع النور بلادر، بعد كده يفتح فين؟ زي ما هنا كده اهو، ده الانيشال بارت اوف ذا بيلفيك يوريثرا، الجزء الابتدائي او الاولي من البيلفيك يوريثرا، يا اما يفتح لوحده او ان تفتح معاه غده تانية اسمها السيمينال فيزيكل او الفيزيكولار جلاند اللي هي الغده الحويصليه. انتر ان ذا ابدومينال كافيتي ثرو ذا انجواينال كانال، ات زين تيرنز كودالي تو انتر وير ات كورسز كودالي ان ذا جينيتال فولد ميديال تو ذا سيمينال فيزيكل. يدخل جوه البلفيك كافيتي بقى، يبقى موجود جوه فولد من البريتون، بيسموها ايه؟ بيسموها جينيتال فولد.
يبقى لما يدخل جوه البلفيك كافيتي هنا في فولد من البريتون حوالين الاثنين داكتس ديفرنس واليوترس ماسكولينس البقايا الجنينيه اللي موجوده هنا، الاثنين دول ماشيين جوه فولد خاصه بيهم بيسموها ايه؟ بيسموها الجينيتال فولد. جينيتال فولد الطية التناسلية من البريتون بالشكل ده كده. بص حضرتك هو دخل جوه البلفيك كافيتي، الطية من البريتون اللي ماسكة الاثنين داكتس ديفرنس مع اليوترس ماسكولينس او الرحم الذكري بقايا جنينية موجودة، دي بنسميها الجينيتال فولد. لو دخلنا جوه البلفيك كافيتي وشرحنا البلفيك كافيتي علشان نشوف ايه حكاية الجينيتال فولد دي، بص حضرتك معايا دي اليورينري بلادر ودول الاثنين لاترال ليجامنت والراوند ليجامنت اللي ماسكينها، دول الاثنين داكتس ديفرنس ودي الامعاء. الصوره اللي قدام حضرتك دي معناها ايه؟ معناها ان احنا فاتحين حوض او بلفيس بتاع حصان، بس الحصان فين الظهر بتاعه وفين البطن بتاعته؟ احنا كده عاملين له ايه؟ عاملين له دورز ريكامبانس، يعني نايم على الظهر بتاعه، فدي البطن بتاعته وهنا تبقى ارضيه الحوض ودي اليورينري بلادر، دي المثانه البوليه. المثانه البوليه دي المفروض انها موجوده في البلفيك فلور او في ارضيه الحوض، يبقى الحيوان كده كانه مقلوب. دي اليورينري بلادر ودي اللاترال ليجامنت بتاعتها وده الراوند ليجامنت بتاعها. نشوف الصوره تباعا بقى كده، نشوف بقيه التشريح. ادي اليورينري بلادر وادي الاثنين راوند ليجامنت وادي الاثنين لاترال ليجامنت بتاعتها. نكمل تشريح كده. بدا يظهر لي هنا الداكتس ديفرنس، ده الداكتس ديفرنس لما دخل من الانجواينال كانال وكمل ودخل جوه الحوض، بقى في فولد من البريتون ماسكه الاثنين داكتس ديفرنس دي. الفولد اللي ماشي فيها الاثنين داكتس ديفرنس دي بنسميها ايه؟ بنسميها الجينيتال فولد. ادي الجينيتال فولد دي اسمها الجينيتال فولد او الطية التناسلية، ودي طبعا الامعاء بالشكل ده كده. دي الفولد اللي ماشي فيها الاثنين داكتس ديفرنس. يبقى شفنا هو كان ماشي فين؟ كان ماشي جوه فولد من البريتون اسمها الجينيتال فولد او الطية التناسلية، اللي مشي فيها جوه البلفيك كافيتي دي بيسموها الجينيتال فولد. الجينيتال فولد الوول بتاع التيرمينال بارت اوف ذا داكتس ديفرنس بتبقى سيكند فورمينج ما يسمى بالامبولا داكتس ديفرنس. الجدار الوعاء الناقل او الداكتس ديفرنس بيجي فيه تيبولار جلاندس، بيبقى موجود فيه تيبولار جلاندس غدد انبوبيه، هذه الغدد بتزيد في نهايه الداكتس ديفرنس تكون لي ما يسمى بالامبولا داكتس ديفرنس، يعني جداره بيزيد سماكه في نهايته نتيجه وجود غدد انبوبيه في نهايه الوعاء الناقل، بيكون لي ما يسمى بالامبولا داكتس ديفرنس. الامبولا داكتس ديفرنس بتبقى ويل ديفلوبد في الرومينانس والاكواينس، في المقترات سواء لارج رومينانس او سمول رومينانس والاكواينس، وبتبقى بورلي ديفلوبد في الكاناينز قليله قوي او في الضج تلاقيها حضرتك مش واضحه قوي، وبتبقى ابسنت في السواين والفيلاين ولكنها موجوده في الجمال في الكامل موجوده الامبولا داكتس ديفرنس. الامبولا داكتس ديفرنس بتبقى ميجرز حوالي 10 في 12 طول في 1 سم ده في البول، وحوالي 20 ل 25 سم في 2.2 سم في الاستاليون، بتبقى واضحه جدا وهنشوفها في البلفيك كافيتي. الميوكوس ممبرين بتاع الداكتس ديفرنس عموما بيحتوي على برانش تيوبولار جلاندس غدد انبوبيه متفرعه، دي بتبقى انكريزد في منطقه الامبول في نهايته، نبص نلاقي الغدد دي بتزيد في الحجم بتاعها وتواجدها في منطقه الامبولا، فتعمل لي ما يسمى بالامبولا داكتس ديفرنس. فايده ايه دي؟ احد الغدد التناسليه اللاحقه او الاكسسوري جينتال جلاند بتبقى سكريت فيسكس ميوكوس سكريشن، ده شير في الفورميشن بتاع السيمينال فلويد. احنا قلنا ان السيمين عباره عن سبرماتوسايت وسيمينال بلازما او سيمينال فلويد، الفلويد ده بتشارك فيه الامبولا داكتس ديفرنس. بهايند ذا امبولا ذا داكتس ديفرنس ديمينش ان ذا سايد and open in the colliculo seminalis either independently as in the swine canine and the camel or unite with the terminal part of the corresponding vesicular gland forming ejaculatory duct as in the ruminant and equine. بعد منطقة الأمبولا داكتس ديفرنس دي
الديامتر بتاع الدكتس ديفرنس بيقل في الحجم ويفتح لوحده داخل الكوليكولا السيميناليز او المجمع المنوي، يشارك مع ما يسمى بالفيزيكولار جلاند ويكون لي ما يسمى بالإيجاكولاتور داكت. ده بقى في الاكواين والرومينانتس اللي هو موجود فيهم أمبولا وحجمها كبير، يكونوا لي ما يسمى بالإيجاكولاتور داكت. إنما في الصواين والكناين مش موجود إيجاكولاتور داكت. طب ليه والكامل؟ في الصواين والكناين لأن الأمبولا داكتس ديفرنس أبسنت، إنما في الكامل، في الكامل عشان الفيزيكولار جلاند أبسنت. يبقى الاتنين مع بعض بيكونوا إيه؟ بيكونوا ما يسمى بالإيجاكولاتور داكت. بص حضرتك معايا هنا، ادي الدكتس ديفرنس في نهايته بيكون ما يسمى بالامبولا دكتس ديفرنس بالشكل ده كده. ادي الاثنين دكتس ديفرنس، ديت عباره عن الميل جينيتال اورجانز في الستاليون. ادي الدكتس ديفرنس في نهايته ترانش تيبولار جلاندس بتزيد في منطقه الامبولا تكون لي ما يسمى بالامبولا دكتس ديفرنس. الامبولا دكتس ديفرنس دي تفتح مع ما يسمى بالفيزيكولار جلاند الغده الحويصليه او بنسميها في الغرس سيمينال فيزيكل الحويصله المنويه، يفتحوا الاثنين ويكونوا لي ما يسمى بالايجاكولاتوري داكت بالشكل ده كده. ادي الفيزيكولار جلاند وادي الدكتس ديفرنس. الدكتس ديفرنس تيجي الغده تزيد في نهايته في منطقه الامبولا، فدي الامبولا دكتس ديفرنس. الامبولا دكتس ديفرنس تشارك مع الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل وتكون لي ايه؟ تكون لي اللي انا ملونها لحضرتك باللون الاخضر دي، تكون لي ما يسمى بالايجاكولاتور داكت او القناه القاذفه بالشكل ده كده اهو. ادي الامبولا دكتس ديفرنس وادي الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل، الاثنين مع بعض يكونوا ايه؟ يكونوا ايجاكولاتوري داكت او قناه قاذفه. تفتح فين دي؟ تفتح في الكوليكولا السيميناليس، ده في اوكس او البول. ادي الامبولا دكتس ديفرنس نوضحها لحضرتك اكتر. ادي الامبولا دكتس ديفرنس وادي الفيزيكولار جلاند، الاثنين بتجتمع القناتين بتاعتهم مع بعض ويكونوا لي الايجاكولاتوري داكت. في الضج طبعا ما فيش امبولا دكتس ديفرنس، بتبقى ابسنت او الديفلوبد، تبقى بورلي ديفلوبد في الضج. احنا كده جوه الحوض تاني. ادي الجزء الانتهائي او التيرمينال بارت من الدكتس ديفرنس. ادي الديامتر بتاعه ازاي؟ نتيجه وجود برانش تيبولار جلاندس كونت لي ما يسمى بالامبولا دكتس ديفرنس. وادي الاثنين امبولا دكتس ديفرنس بالشكل ده. احنا كده جوه الحوض، دي اليورينري بلادر زي ما قلنا، ودول الاثنين ليجامنت بتاعت اللاترال ليجامنت والاثنين راوند ليجامنت، ودي الجينيتال فولد. دول الاثنين امبولي او امبولا دكتس ديفرنس اللي هو احد الغدد التناسليه في نهايه الدكتس ديفرنس اهو، زي ما حضرتك شايف دي نهايه الدكتس ديفرنس بتكون لي الامبولا دكتس ديفرنس. نشوف الاسبرماتوكورد او الحبل المنوي. الاسبرماتوكورد ده يا جماعه بيمثل كل الاستراكشرز اللي داخله ليه وخارجه الخصيه، او كل الاستراكشرز اللي بتعمل سسبند ليه التستس ان ذا سكروتم. يبقى كل التركيب اللي بتعلق الخصيه داخل السكروتم، كل التركيب دي نضمها في حلقه واحده نسميها في الوقت ده ايه؟ اسبرماتوكورد. ده بيعمل فيلنج ليه النارو بروكسيمال بارت اوف زوتونيكا فاجينالس بارايتالس ويتش لاينز ذا انجوينال كانال اند از انفستد باي تونيكا فاجينالس فيسرالز ويتش كفرز ذا كور. ده التونيكا فاجينالس دي كانت عباره عن الفاجينال بروسيس اللي تيستس نزلت من الابدومين، كانت في السابلمبر ريجو ونزلت جوه السكروتم. يبقى التستس نزلت وحولها طبقتين من البريتون بنسموهم فاجينال تونيك، بارايتال لير وفيسرال لير. لما كل التراكيب اللي بتعلق الخصيه بالشكل ده كده اهو، كل التراكيب دي الجزء اللي بيعلق الخصيه داخل السكروتم ده بنسميه ايه؟ بنسميه اسبرماتيك كورد. اللي حواليه ايه؟ حواليه طبقتين من البريتون، بارايتال لير وفيسرال لير. طب الاسبرماتوكورد ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من جزئين.
جزء بيسموه افاسكولار بارت وجزء بيسموه فاسكولار بارت، يعني جزء لا وعائي وجزء وعائي. الجزء اللاوعائي بيمثله الدكتس ديفرنس اند اتس ديفرنشال ارتري اند فين، يعني الوعاء الناقل والشريان والوريد بتوعه بس، ده جزء بيسموه جزء اللاوعائي. والجزء الثاني اللي هو بيمثل ايه بقى؟ بيمثل التستيكولار ارتري والتستيكولار فين اللي كان عامل البامبين فورم بلكسس والتستيكولار نيرف بلكسس والتستيكولار لمفاتيك، كل الاوعيه اللي داخله وخارجه للخصيه بتمثل الجزء الايه؟ الفاسكولار بارت، الجزء الوعائي بالشكل ده كده. لو خدنا في مقطع عن الايه بيكون من جزء بنسميه افاسكولار بارت جزء لا وعائي وجزء فاسكولار بارت جزء وعائي. الجزء اللاوعائي بيمثل الدكتس ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل اللي هو كان عباره عن الكونتينيوشن بتاع الابيديدمال داكت ومعاه الارتري والفين بتوعه الديفرنشال ارتري اند فين. والجزء الفاسكولار بارت او الجزء الوعائي بيمثله بقى ايه؟ التستيكولار ارتري والتستيكولار فينز اللي هي البامبيني فورم بلكسس بتكون حوالين الارتري والنيرف اللي داخله التستس والليمفاتيك اللي خارجه منها، كل دي بتمثل جزء بيسموه فاسكولار بارت يعني جزء وعائي بالشكل ده كده. ده الدكتس ديفرنس ومعاه الديفرنشال ارتري وفين بتوعه بيسموه افاسكولار بارت، افاسكولار يعني لا وعائي، انما الجزء ده كله بيسموه فاسكولار بارت. طب البريتون بقى لما جه حوالين الدكتس ديفرنس عمل حواليه طيه خاصه بيه سميناها ايه؟ سميناها البيليكا دكتس ديفرنس. يبقى الطيه اللي حوالين الدكتس ديفرنس دي اللي بشاور لحضرتك عليها دي بيسموها ايه؟ بيليكا دكتس ديفرنس او ميزو دكتس ديفرنس، هاي مسمى هي اسمها ميزو دكتس ديفرنس، وده الوعاء الناقل او الدكتس ايه ديفرنس. كل التركيب ده اللي الايد بتشاور عليه ده، كل التركيب ده اسمه ايه؟ اسمه سبرماتيك كورد، الحبل المنوي ده كله اسمه السبرماتيك كورد. لما ناخد دياجراماتك كده للسبرماتيك كورد نلاقي حواليه ايه؟ حواليه الفاجينال تونكس او التونيكا فاجينالس، بارايتال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالس، ادي البارايتال لاير اوف تونيكا فاجينالس. البارايتال لاير بتعمل ريفليكشن عشان تبقى ايه؟ تبقى فيسرال لاير، تبقى كالجداريه الاول بقت طبقه حشويه، عملت ريفليكشن حوالين الدكتس ديفرنس، عملت له طيه لوحده على جنب كده، وبعدين كملت حوالين اجزاء السبرماتيك كورد. الاجزاء دي كلها الجزء ده نسميه ايه؟ فاسكولار بارت، انما الجزء اللي فيه الدكتس ديفرنس ده سموه ايه؟ سموه فاسكولار بارت. طيب نرجع تاني للريفليكشن، مكان الريفليكشن بتاع البارايتال لير عشان تبقى فيسرال لير دي بيسموه ايه؟ ميزوفانيكولاس. اللي معلق ده اسمه ايه؟ ميزوفانيكولاس. يبقى الميزوفانيكولاس هو البارت من البروتين اللي معلق السبرماتيك كورد ده كله من الفيسرال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالس او الفاجينال تونكس. انما الطيه اللي ماسكه الدكتس ديفرنس لوحده نسميها ايه؟ نسميها ميزو دكتس ديفرنس او بيليكا دكتس ديفرنس. يبقى الميزوفانيكولاس العنق نفسه بتاع كل اللي معلق التركيب ده كله، امال اللي الطيه اللي حوالين الدكتس ديفرنس دي نسميها ايه؟ نسميها ميزو دكتس ديفرنس او بيليكا دكتس ديفرنس. الجزء بقى من الفيسرال لاير اللي معلق الفاسكولار بارت ده بنسميه ايه؟ بنسميه ميزوركيام. يبقى انا عاوز حضرتك تعرف ما هو الميزوفانيكولاس وما هو الميزو دكتس ديفرنس وما هو الميزوركيام. يبقى الميزوفانيكولاس دي عباره عن الريفليكشن بتاع البارايتال لاير للفيسرال لاير، وبتضم الطبقه دي كلها حوالين السبرماتيك كورد كله الفيسرال لاير. الجزء منها اللي ماسك الدكتس ديفرنس نسميه ايه؟ ميزو دكتس ديفرنس او بيليكا دكتس ديفرنس. اللي ماسك الفاسكولار بارت او الجزء الوعائي بيسموه ميزوركيام. في كمان ايه تاني حوالين السبرماتيك كورد؟ كريماستريك ماسل، ودي تساعد في عمليه السيرمو ريجوليشن بارتفاع الخصيه ارتفاعا وانخفاضا لناحيه الايه؟ الجسم. ما بين الطبقتين بتاع البارايتال لاير اوف ذا تونيكا فاجينالز او فاجينال تونيك والفيسرال لاير اوف فاجينال تونيك في فاجينال كافيتي اللي هو المستمر مع الفاجينال كافيتي اللي هو كان فين؟ في السكروتم.
زي ما قلنا الاسبرماتوكورد بيكون من فاسكولار بارت وده كومبرايز زي تستيكولار ارتري تستيكولار فين لينفاتيك تستيكولار نيرف بلكسس وسموث ماسل فايبر اللي هي الانترنال كريماستريك ماسل. A vascular part which is formed from ductus deferens and its differential artery and veins is part present codomedial. الجزء ده هو بيبقى موجود فين؟ codomedial للvascular part بتاع الاسبرماتيك كورد. الاسبرماتيك كورد بيختلف طوله من حيوان لحيوان ففي الاكوينز بنلاقيه شورت وسيك انما باقي السبيشيز بيبقى لونج. شورت وسيك ليه في الاكواينز؟ ده ناتج منين يا جماعه؟ من البوزيشن بتاع التستس والاورينتيشن. احنا قلنا التستس موجوده فين؟ في الهورس او الاستاليون، موجوده في البريبيوبيك ريجون. نتيجه وجود ده هوريزونتال بالشكل ده، يعني موجوده في هوريزونتال اورينتيشن او بوزيشن، بتلاقي الاسبرماتوكورد بتاعه بيبقى شورت، ودي هتفيدنا قوي في عملية الكاستريشن سواء كلوزد كاستريشن او اوبن كاستريشن. انما في باقي الحيوانات زي ما حضرتك شايف في الباك وفي البول اهو بيبقى الاسبرماتوكورد اللي هو ده اللي معلق الخصية، كل التراكيب اللي معلقة الخصية داخل السكروتم دي بيسموها اسبرماتيك كورد. فحضرتك تبقى عارف ان في الهورس بيبقى سيك وي شورت، في باقي الحيوانات بيبقى لونج اسبرماتيك كورد. نتكلم دلوقتي على الاكسسوري جينتال جلاند، غدد التناسلية اللاحقة. دي مجموعة من الغدد موجودة حوالين البلفيك يوريثرا او الجزء الحوضي من اليوريثرا. بتتضمن اربع غدد كلهم يبقوا موجودين في بعض الحيوانات او بعضهم بيغف في حيوانات معينة. اول غدة بنسمها الفيزيكولار جلاند والبروستيك جلاند والبالب يوريثرا جلاند والامبولا داكتس ديفرنس. دول سيكريت السيمينال فلويد which is essential for keeping the vitality of the sperm till they reach the female genital tract and fertilize the ovum. فوظيفتهم ايه؟ افراز السيمينال فلويد او السائل المنوي اللي مطلوب علشان يحصل ايه؟ ان السبرم تحافظ على الفيتاليتي بتاعتها وتبقى قادرة على عملية الايه؟ الفيرتلايزيشن. الجروس والفانكشن بتاع الاكسسوري جينتال جلاندز بيعتمد على السكس هرمونز، الميل سكس هرمون اللي هو الاندروجين او التستوستيرون. من غير التستوستيرون او الاندروجين ما تنموش هذه الغدد ولا تقوم بوظيفتها. بص حضرتك معايا، ده الميل جينيتال اورجانز في الاوكس، دي نهاية الدكتس ديفرنس بتلاقيه بيكون امبولا دكتس ديفرنس وفي الفيزيكولار جلاند والبروستيت جلاند، وبعد كده دي البالبيورسرال جلاند او الكوبرز جلاند، غده كوبرز مسمى القديم بتاعها. ادي الدكتس ديفرنس في نهايته بيكون امبولا دكتس ديفرنس او انبوره الوعاء الناقل، والفيزيكولار جلاند اللي هي الغده الحويصليه، في بقى البروستيك جلاند والكوبرز جلاند او البالبورسرال جلاند اللي هي البصليه الاحليليه دي، في الهورس دي فيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل، في نهايه الدكتس ديفرنس بتلاقي بيكون الامبولا دكتس ديفرنس، دي البروستيك جلاند، وفي نهايه اليوريثرا قبل ما تخرج اليوريثرا من الحوض وتستمر مع البينز وتكون بيناي اليوريثرا تبقى موجوده غده اسمها البالب يوريثرا الجلاند او كوبرز جلاند. صورة تانية معانا في الهورس، ادي الدكتس ديفرنس الوعاء الناقل داخل عن طريق الانجوينا الكنال، في نهايته كونت الامبولا دكتس ديفرنس، ودي الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل في الهورس، ودي البروستيك جلاند، واخر غدة موجودة هي البالبيوريثرال جلاند. ده ميل جينيتال اورجانز في الهورس، ادي الدكتس ديفرنس، دي الامبولا دكتس ديفرنس، دي الفيزيكولار جلاند، ودي البروستيك جلاند، واخر غدة موجودة زي ما قلت حضرتك قبل ما تخرج بقى من الحوض. كل الحاجات دي جوه، كل هذه التراكيب موجوده فين؟ داخل البلفيك كافيتي. الغده اخر غده موجوده داخل البلفيك كافيتي قبل ما تخرج اليوريثرا او قناه مجرى البول وتستمر مع البينز وتبقى بناي اليوريثرا، بنسميها البالبو يوريثرا جلاند. نتكلم دلوقتي على الفيزيكولار جلاندز. الفيزيكولار جلاندز دول عباره عن بيرد اورجانز، يعني اتنين في رايت وليفت فيزيكولار جلاند، سيتويتد ان ذا نيك of the adjacent dorsal aspect of the urinary bladder، موجودين عند النك في الدورزال اسبكت بتاع اليورينري بلادر، lateral to the ambulla ductus deferens. بص الصورة اللي معانا دي، دي عبارة عن الاكسسوري جينتال جلاندز في الستاليون.
ادي الامبولا داكتس ديفرنس اتكلمنا عليها اللي هي نهايه الداكتس ديفرنس، يبدا البرانش التيوبولار جلاندز تزيد في المنطقه دي فتكون لي الامبولا داكتس ديفرنس. الفيزيكولار جلاند او في الهورس بنسميها السيمينال فيزيكل، وهنعز التسميه دي نشوف ايه سر التسميه الحويصله المنويه، هي اسمها ايه اصلا، ايه الغده الحويصليه اللي هي الفيزيكولار جلاند، انما في الهورس بنسميها ايه، بنسميها السيمينال فيزيكل او الحويصله المنوية. الفيزيكولار جلاند عبارة عن اتنين موجودين على الدور زي الاسبكت بتاع النك بتاع اليورينري بلادر عند الانيشيال بارت اوف زيوريسرا. الغدتين دولت موجودين لاترال تو زي امبولا داكتس ديفرنس. في الهورس بتبقى الونجيتد ساك وبتبقى هولوود يعني مجوفة من الداخل، ولذلك سموها ايه، سموها السيمينال فيزيكل الحويصلة المنوية وليس الغدة الحويصلية، يطلق عليها الاسمين يا اما فيزيكولار جلاند، بس الافضل في الهورس نقول عليها ايه السيمينال فيزيكل لانها بتبقى هولوود والونجيتد ساك وبتاخد شكل البير شيب كمثرية الشكل، وذلك بيسموها السيمينال فيزيكل. أو لها فاندس وبودي ونيك، تبص تلاقي حضرتك لها فاندس البدايتها والبودي والنيك بتاعتها في النهاية ايه بتاعتها، دايمنشن بتاعتها بتبقى 10-15 سنتي لونج و 3-6 سنتي في الويدز بتاعتها. في البوفاين بتبقى كومباكت ولوبيوليتد وبتاخد شكل الاس شيف في البوفاين وبتبقى راوندد في السمول رومنانت، والدايمنشن بتاعتها بتصل من 10-12 سنتي لونج في 1.5-3 سنتي في السيكنس. لما نيجي نشوفها في الاوكسبي اللي لقاها كومباكت ولوبيوليتد بالشكل ده، انما في الهورس كانت هولوود مجوفه و كبيرة فسموها ذلك السيمينال فيزيكل، انما هنا في البول بنسميها الفيزيكولار جلاند. فدي الفيزيكولار جلاند بتبقى كومباكت ولوبيوليتد بتبقى راوندد في السمول رومنانت. في السواين بتبقى كومباكت ولوبيوليتد زيها زي الرومنانت، او الدايمنشن بتاعتها من 12-17 سنتي لونج وفي 6-8 سنتي في الويدث. دي في البور بتبقى لوبيوليتد وكومباكت وزيها زي الرومنانت في الشكل بتاعها، انها السطح بتاعها بيبقى لوبيوليتد او مفصص، انما في الهورس السطح بتاعها بيبقى سموس، ولذلك اطلقنا عليها ايه، اطلقنا عليها السيمينال فيزيكل. الفيزيكولار جلاند بتشارك مع الامبولا داكتس ديفرنس ده لو هي موجوده، يعني غدة الأمبولا داكتس ديفرنس دي لو موجودة تبص تلاقي الداكتس ديفرنس يجتمع مع الفيزيكولار جلاند، الاتنين يكونوا قناة واحدة في النهاية نسمها ايه، نسمها ايجاكيولاتوري داكت. الايجاكيولاتوري داكت دي تفتح فين، تفتح في الكوليكولا السيميناليز او المجمع المنوي. اهو بص حضرتك معايا هنا الصورة شفناها قبل كده، ادي الفيزيكولار جلاند او السيمينال فيزيكل في الغرس، ادي الامبولا داكتس ديفرنس. لو الامبولا دي موجوده زي الرومنانت والاكواينز نبص نلاقي بيجتمعوا القناتين، قناه الفيزيكولار جلاند وقناه الامبولا داكتس ديفرنس، ويكونوا لي قناه واحده اسمها الايجاكيولاتوري داكت، القناه القاذفه. تفتح فين دي، تفتح بالايجاكيولاتوري اورفيس في الكوليكولا سيمينالز في المجمع المنوي. الفيزيكولار جلاند مش موجوده في القناين ولا الكامل، ولذلك ما تلاقيش فيهم ايجاكولاتوري داكت. لما نشوف دلوقتي كومباريتيف اوف ذا فيزيكولار جلاند، هي موجوده في الاستاليون وفي البول وفي الرام وفي البوري، يبقى موجوده في الاكواينز والرومان سواء لارج رومانت او سمول ايه رومانت والسواين، مش موجوده لا في القناين ولا في الايه ولا في الكامل. الشيب بتاعها بتبقى بير شيب كمثريه الشكل، وذلك اطلقنا عليها زي ما قلت لحضرتك، اطلقنا عليها ايه السيمينال فيزيكل الحويصله المنويه، لانها بيبقى لها فاندس وبودي ونك، انما في البول بتاخد شكل الاس شيب، بتبقى نوبي ابييرانس صغيره قوي في الرام، بتبقى بيراميدال في الشيب في البور. السيرفيس بتاعها، السيرفيس بتاعها في الهورس زي ما حضرتك شايف كده بيبقى سموس، انما في البول في التور بتلاقيها ايه، بتلاقيها لوبيوليتد. كمان في البور الخنزير بتبقى لوبيوليتد، انما بس في الهورس بيبقى ايه السطح بتاعها بيبقى ايه سموس.
السيرفس بتاعها او السطح بتاعها من الخارج بيبقى سموث، انما ليوبوليتد في باقي الايه الحيوانات. في الاستاليون الفيزيكولار جلاند بتبقى سيك ماسكولار وول لايند باي جلاندولار ميوكوزا سراوند وايد كافيتي، وذلك سميناها ايه السيمينال فيزيك. الجدار بتاعها سميك في عضلات ولكن الكافيتي بتاعها كبير فسموها الحويصله المنويه، وبتاخد شكل البير شيب كمثريه الشكل، لها فاندس وبودي وايه ونك. انما في الرومنانت بتبقى جلاندولار تايب، انما في الاستاليون بتبقى ايه فيزيكولار تايب، بتبقى كومباكت وليوبيوليتد ماس ويز انتر ليوبيولار كولكتنج سبيسز. من الداخل بتلاقيها كلها عباره عن ايه عن جلاندولار تيش وكده متداخل مع بعضه. انما في الهورس بتبقى فيزيكولار شويه، فيها كافيتي من الداخل. الاوبننج اون ذا كوليكولا سيمينالس في الاستاليون وفي البول وفي الرام بتعمل ايه، بتكون ايجاكولاتور دكت مع الدكتس ديفرنس. انما في البور بقى في الخنزير open independently due to the absence of the ampulla ductus deferens، هو ما عندوش ampulla ductus deferens. بص حضرتك الصورة اهي، ادي الفيزيكولار جلاند وادي الدكتس ديفرنس. الدكتس ديفرنس ده ما عندوش ampulla، ولذلك الدكتس ديفرنس فتح لوحده والفيزيكولار جلاند تفتح لوحدها، كل واحد independent منفصل على الاخر. انما في الرومينانس وفي الاكواينس في الهورس اهو الستاليون بتلاقي الدكتس ديفرنس مع الفيزيكولار جلاند يكونوا قناه واحده اللي احنا شفناها سميناها ايه ايجاكيولاتوري دكت. الدايمنشن بقى اللينس قدام حضرتك والودي المقاسات الايه المختلفه قدام حضرتك اهي، دي الدايمنشنز اوف ذا فيزيكولار جلاند. البروستيك جلاند ده عباره عن ليوبوليتد كومباوند تيبولار جلاندز بريزنت ان اول دوميستيك انيمالز كونسيست اوف تو بارتس، اكسترنال بارت بيسموه البادي اوف ذا بروستيت اند انترنال بارت بيسموه البارز ديسيميناتا او الانترنال بارت. هي غده موجوده في كل الحيوانات بتنقسم لجزئين، اكسترنال بارت وده موجود عند النك بتاع اليورينري بلادر وده بيسموه بارز اكسترنال والبودي اوف ذا بروستيت جسم غده البروستاتا، وفي انترنال بارت. الانترنال بارت ده موجود فين؟ موجود تحت الميكوزا بتاعه البلفيك يوريثرا وده بيسموه البارز ديسيميناتا او الجزء المنتشر او الجزء الداخلي. الاكسترنال بارت او بارز اكسترنا ده موجود على الدورزال اسبيكت اوف ذا بلفيك يوريثرا، يا اما موجود دورزالي او كومبليتلي سراوند تبع نوع الايه الحيوان. ريليتد دورزالي تو ذا ريكتم بتلاقي فوقه الريكتم زي ما هنشوف كده، ادي البروستيك جلاند بتلاقي فوقه الايه الريكتم، ده الجزء الاكسترنال بارت اوف ذا بروستيت ايه جلاند بالشكل ده كده، دي الاكسترنال بارت بتاع البروستيك جلاند. انما احنا قلنا دي الامبولا دكتس ديفرنس ودي الفيزيكولار ايه جلاند اللي باللون الاسمر، دي البودي اوف ذا بروستيت او بيسموها ايه الاكسترنال اي بار. الاكسترنال بارت اوبن باي سيفرال اوبننج ان ذا كوليكولا سيمينالز، ما هو تحته هنا فين؟ جوه اليوريثرا قناه مجرى البول هنا جوه زي ما فتحنا وشوفنا في الدورز الاسبت في الكوليكولا سيمينالز، تفتح عليه الامبولا دكتس ديفرنس او دكتس ديفرنس ويفتح عليه السيمينال فيزيكل ويفتح عليه البروستيك جلاند كمان، يفتحوا فين؟ على المجمع المنوي اللي هو الكوليكولا سيمينالز. الانترنال بارت او البارز ديسيميناتا او الجزء الداخلي او جزء المنتشر من غده البروستاتا ده بريزنت ويزين ذا وول اوف ذا بلفيك يوريثرا كومبليتلي اور بارشالي سراوند ذا اليومن، يا اما يبقى موجود في دورزالي او لاترال او جوه الجدار بالكامل يعني من كل الايه الجهات. ات اوبن باي سيفرال اوبننج ان ذا بلفيك يوريثرا، يبقى بيعمل ايميتنج للسكريشن بتاعه او بيطلع السكريشن بتاعه على طول في اليومن بتاع البلفيك يوريثرا. الانترنال بارت ده بي ابسنت في الاكواين وبورلي ديفلوبد في الكان، ده في الدوك. ادي البروستيك جلاند بتبقى كبيره جدا تكاد تكون الغده الوحيده اللي موجوده في الدوج. الاكسترنال بارت كبير جدا، دي البروستيك جلاند في الدوج موجوده فين؟ موجوده على الدورز الاسبكت بتاع البلفيك يوريثرا. نيجي دلوقتي نشوف الاكسترنال بارت والانترنال بارت بتاع البروستيك جلاند في الديفرنت انيمالز في كل حيوان على حده. في الاستاليون عباره عن تو prismatic lobes on the both sides of the pelvic urethra connected with each other by an isthmus on the dorsal aspect of the pelvic urethra. ده الاكسترنال بارت او البودي. نشوف في الغورس عباره عن اتنين prismatic لوب، اتنين لوبس موجودين فين؟ ايه اللي قدام حضرتك؟ الرسمه اللي قدام حضرتك دي ده انا واخد مقطع
من البلفيك يوريثرا، يعني قطعت البلفيك يوريثرا عند مستوى البروستيت جلاند، خدت كروس سيكشن فيها قطعتها. الانبوبه اللي ماشيه دي انبوبه اللي بتوصل البول من اليورينري بلادر لحد بره، الجزء الحوضي منها خدت فيه كروس سيكشن. جيت عند مستوى ايه الكروس سيكشن ده؟ عند مستوى البروستيت جلاند، ولذلك يسموا جزء من اليوريثرا اللي موجود في البروستيت جلاند يسموه بروستاتيك بارت. الجزء ده خدت قطاع كروس سيكشن فيه او قطاع مستعرض فيه، لقيت البروستيت الاكسترنال بارت ده هوت عباره عن اتنين بريزماتيك لوب، اتنين لوب ماسككم ايه؟ ماسككم اسمص. امال ايه اللي باللون الاصفر ده؟ ده التجويف بتاع اليوريثرا، ده اليومن بتاع اليوريثرا. العضله اللي حواليها دي بنسميها ايه؟ بنسميها ماسل يوريثرالز او اليوريثرالز ماسل، ودي الميوكوزا بتاعتها. يبقى في الهورس موجود ايه؟ موجود الاكسترنال بارت، انما الانترنال بارت بيبقى ابسن. واليوريثرالز ماسل دي بتبقى انكمبليتلي سراوند، شايف حضرتك مش كامله، اللي انا بشاور عليها دي اليوريثرالز ماسل، دي هتبقى نقطه معانا في المقارنه اللي حضرتك شايفها معانا دي. دي اليوريثرالز ماسل بتبقى انكمبليتلي سراوند زي ايه؟ زي يوريثرا انكمبليت الدورزا، اللي اهي مش موجوده في الجزء الايه؟ الدورزا، اللي هي اليوريثرالز ايه؟ ماسل. في البول دي عباره عن سمول فلاتن ديماس اون ذا دورزال وول اوف ذا بيلفيك يوريثرا، ده الجزء الايه؟ الاكسترنال بارت او البودي. في البول اهوت عباره عن ايه؟ عن سمول فلاتن ديماس على الدورزال اسبكت بتاع الايه؟ اليوريثرا. انما الانترنال بارت بيبقى منتشر في اليومن. بص معايا كده، ادي الاكسترنال بارت اهو عباره عن فلاتن ديماس موجود على الدورزال اسبكت بتاع البلفيك يوريثرا، وده اليومن بتاع البلفيك يوريثرا. اللي انا ملونه لحضرتك بالاخضر ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الانترنال بارت، منتشر في الوول بتاع اليوريثرا بالكامل، دورزالي ولاترالي وفنترالي. يبقى هنا الانترنال بارت موجود والاكسترنال بارت موجود. ده فين ده؟ ده في الرومنانت اللارج رومنانت اللي هو البول، تمام. كمان اليوريثرالز ماسل دي، اليوريثرالز ماسل كامله يا جماعه ولا مش كامله؟ لا ده مش كامله، دورزالي انكمبليت دورزالي، زيها زي ايه؟ زيها زي الهورس انكمبليت دورزالي. بص الهورس مش موجود جواه الانترنال ايه؟ بارت. يبقى في الاستاليون الانترنال بارت ابسن، انما الاكسترنال بارت ايه؟ موجود. في البول الانترنال بارت موجود والاكسترنال بارت، بس الانترنال بارت كومبليتلي سراوندز بالفيكورس تحت الميوكوزا بالكامل، اللي انا بشاور عليها دي ايه؟ الميوكوزا، وده اليومن. نيجي نشوف في الرام والبك، بنلاقي ان الاكسترنال بارت بيبقى ابسنت. الانترنال بارت في الرام بيبقى وزين ذا دورزال اند لاترال وول، في البك بيبقى وزين ذا دورزال واللاترال فنترال وول، يعني بيحيط بالكامل. واليوريثرالز ماسلز بتبقى انكمبليت الدورزال زيها زي البول. بص ده في الرام اهو، ادي الاكسترنال بارت مش موجود، اليوريثرالز ماسل مش كامله دورزالي، انترنال بارت اللي هو اللي باللون الاخضر ده بيبقى موجود في الدورزال اسبكت وفي اللاترال اسبكت. ده فين يا جماعه؟ ده تحت الميوكوزا جوه الانبوبه دي، الانبوبه دي اللي هي الايه؟ اليوريثرا. في البك بقى بتلاقي الاكسترنال بارت مش موجود، اليوريثرالز ماسل كامله، الانترنال بارت كامل بيحيط بالوول بالكامل، دورزالي ولاترالي وفنترالي. يبقى على اعتقد كده الصوره بتوضح الكلام. نيجي في البور، الاكسترنال بارت موجود زي ما حضرتك شايفه اهو، نكبر الصوره لحضرتك دلوقتي، والانترنال بارت بيبقى سكاترد في الوول كلها اهو. ده الاكسترنال بارت عباره عن فلات ماس، والانترنال بارت منتشر اللي باللون الاخضر ده، منتشر تحت الميوكوزا بتاع الايه؟ بتاع البلفيك يوريثرا. ودي اليوريثرالز ماسلز انكمبليت الدورزالي زيها زي الاستاليون والايه؟ والبول والرام. نيجي في الدوج، الدوج بتبقى البروستيت جلاند الاكسترنال بارت ده بيبقى فيري لارج، كبير جدا، وديفايدد by median dorsal groove into right and left loops which completely surround the pelvic urethra. والانترنال بارت بيبقى سكان او يعني بورلي ديفلوبد او يكاد يكون ابسنت. ادي الاكسترنال بارت اهو، بص عباره عن جزئين ملتحمين في النص هنا بس بيحيط باليوريثرا بالكامل. دي هتفيدنا جامد فين؟ في الابلايد.
لذلك نقول لحضرتك ايه بقى، نقول لك ان الاكيوت بروستاتايتس في الدوج كوز ديورين ريتينشن، او من ضمن اسباب احتباس البول في الدوجز التهاب الحد البروستات، اكيوت بروستاتايتس كوزد يور ريتينشن في الدوج. ليه بقى؟ لان البروستيت جلاند الاكسترنال بارت اوف ذا بروستيت جلاند كومبليتلي سراوندز بالفيكوريسرا، بيحيط باليوريسرا بالايه بالكامل، وادي الانترنال بارت يبقى سكانتي اليوريسرالز ماسل كامله. امال دي فين بقى؟ دي في الكات، في الكات الاكسترنال بارت زيه زي الدوج، لاحظ تباين الالوان بقى، بتحيط باليوريسرا، بتحيط بها دورزلي ولاترالي بس، وفنترالي لا، انما في الدوج بص حضرتك بتحيط بها بالايه بالكامل. كمان الاكسترنال بارت موجود هنا اهو، انما الانترنال بارت بقى هنا سكانتي، اللي انا ملونها باللون الاخضر ده بقى سكانتي، وده اليومن بتاع الايه البلفيك يوريثرا. في الكامل بتبقى ديسكويد في الشيب اون ذا دورزال وول اوف ذا بلفيك يوريثرا عند النك بتاع اليورينري بلادر. الانترنال بارت بيبقى سكاترد لوبس رادييتد ارنجد اراوند ذا يوريثرا اليومن، وكمان اليوريثرالز ماسل ما بتبقاش ايه كامله. ده في الكامل بتبقى ديسكويد في الشيب البروستيت جلاند، موجوده على الدورزال اسبكت بتاع البلفيك يوريثرا. الجزء الداخلي بيبقى عباره عن سكاترد لوب في الوول بتاع البلفيك يوريثرا. ده كان توضيح للبروستيت جلاند في الديفرنت انيمال. اخر غده معانا في الاكسسوار جينيتال جلاند اللي هي البلب يوريثرا الجلاند، كان اسمها القديم كوبرز جلاند. دول عباره عن تو جلاند سيتويتد اون ذا دورزال سيرفيس اوف ذا كودال اند اوف ذا بلفيك يوريثرا كلوز ريليتد تو ذا بلب اوف ذا بينز، ولذلك سموها ايه بقى؟ سموها البلب يوريثرالز. ليه بقى؟ لان الغده دي موجوده فين يا جماعه؟ بص حضرتك معايا هنا، ادي البلب يوريثرا الجلاند، اخر غده موجوده اول غده بتفرز زي ما هنتكلم بعد كده. البلب يوريثرا الجلاند اسمها ايه؟ نقسم اسمها بالبو، جايه من البلب اوف ذا بينز. ايه البلب اوف ذا بينز؟ دي بدايه القضيب، الجذر بتاع القضيب في جزء منه، الروت اوف ذا بينز في جزء منه، بنسميه بالب اوف ذا بينز، زي ما نشرح تفصيلا في الاناتوم اوف ذا بينز. وهي موجوده فين اصلا؟ ده موجوده فوق الدورزال اسبكت اوف ذا بلفيك يوريثرا، على الدورزال بارت اوف ذا بلفيك يوريثرا، ولذلك سموها ايه؟ سموها بالبو نسبه للبالب اوف ذا بينز، ويوريثرا لانها موجوده على اليوريثرا فسموها بالبو يوريثرا الجلاند. ادي البالب يوريثرا الجلاند في الغرس، اخر غده موجوده على البلفيك يوريثرا قبل ما نخرج بقى مخرج الحوض بقى، خلاص هنخرج بره الجسم. الروت اوف ذا بينز عباره عن البالب اوف ذا بينز واتنين كراس، فهي موجوده بنسمها بالب يوريثرا الجلاند. في الاستاليوم بتبقى اوفويد في الشيب بيضاويه الشكل، بتبقى دورزو فينترالي فلاتن او ديبريسد دورزو فينترالي، طولها بيبقى حوالي 4 سنتي ل 2.5 سنتي. في الجيلدنج اللي هو الحصان اللي عملنا له كاستريشن او اللي هو عملنا له ريموفال للتستس يعني شال منه الخصيه، بتبقى هيزل نات شيب شكل البندق كده. فدي في الايه في الهورس ده بالب يوريثرا الجلاند بتبقى اوفويد دورزو فينترالي ديبريسد، دي الايه البلب يوريثرا الجلاند او الغده البصليه الاحليليه في الغرس. في البول بتبقى سمول وسفيريكال وجلاندولار بادي، في البول في بتبقى جسم صغير سفيريكال في الشيب، موجوده على الدورزال اسبكت اوف ذا بلفيك يوريثرا عند التيرمينال بارت اوف ذا بلفيك يوريثرا، خلاص عند اخر جزء من البلفيك يوريثرا، دي البلب يوريثرا الجلاند. في الرام والبق بتاخد شكل البيا شيب شكل البازلاء كده، في الرام اهي دي البلب يوريثرا الجلاند موجوده عند نهايه اليوريثرا، خلاص احنا هنخرج بره الحوض كده، فدي البلب يوريثرا الجلاند. يقول لك هي اخر غده موجوده في الجسم ولكنها في الاكسسوار جينيتال جلاند يعني، ولكنها اول غده بتفرز اثناء الكوبوليشن او الميتنج اثناء الايه الجماع. في البور بتبقى كبيره جدا، تو لارج سيلندريكال لوبز اون ذا ايزر سايد اوف ذا بلفيك يوريثرا، بيوصل طولهم من حوالي 15 ل 18 سنتي، فهي في البور بتبقى غدتين كبار جدا موجودين عند نهايه البلفيك يوريثرا بالشكل ده كده. صوره تانية اهم يعني اكبر غدد اللي موجوده في البور هي البالب يوريثرا جلاند الونجيتد، ممكن يوصل طولها من 15 ل 18 ايه سنتي. في الكامل شكلها الموند شيب جلاندولار بادي شكل اللوز كده،
في الكامل، دي صورة عملناها لحضرتك في الكامل، دي البلب يوريسرا الجلاند موجودة عند نهاية البلفيك يوريسرا، دي البروستيك جلاند، وده اليوترس ماسكولينس او الماسكولين يوترس اللي عبارة عن فيه ترمينات، وده الدكتس ده فرانس، دي فين في الكامل، بتبقى مش موجودة في القناين ولكنها موجودة في الفيلاين. يبقى البلب يوريسرا الجلاند بتغيب في الدوك زي ما هنشوف كده، ادي اكسسوري جينتال جلاندز في الدوك، عنده الامبولا داكتس ديفرنس بتبقى سكانتي او الديفلوبت، ودي البروستيك جلاند اكبر غده في الدوك، البلب يوريسرا الجلاند مش موجوده في الدوك، ولكن بص حضرتك معايا ده في الكات اهو، في الكات ادي الامبولا داكتس ديفرنس وادي البروستيك جلاند ودي البلب يوريسرا الجلاند. يبقى البلب يوريسرا الجلاند مش موجوده في الدوك ولكنها موجوده في الايه، في الكات. يبقى اهو زي ما حضرتك نجيب الاثنين من قدام حضرتك مع بعض كده، مش موجوده في الدوك اللي هي ملونه باللون الازرق دي، ولكنها موجوده في الايه، في الكات، دي البالب يوريسرال جلاند. كل غده من الغدد دي اللي هم الغدتين البالب يوريسرال جلاند opens by one excretory duct in the pelvic urethra except في الاكواين، بتفتح بتلاتة لاربعة duct في البلفيك urethra. نبص مع بعض كده، ده في الاكواينز، دي الاوبننجز بتاع البلب يوريثرال جلاند، تفتح على الغول بتاع البلفيك يوريثرا على طول لانها اخر غده، دي فتحات ايه، دي فتحات البلب يوريثرال جلاند، اكبر لحضرتك دي فتحات البلب يوريثرال جلاند، انما دي فتحات ايه بقى، دي فتحات الاوبننج بتاع الامبولا داكتس ديفرنس والذكر الجلاند على الكوليكولاس ايه، سيمينالز، عملوا ايه الاثنين، عملوا ايجاكولاتوري داكت، عملوا ايجاكولاتوري ايه داكت، الايجاكولاتور داكت اللي فتحت في الكوليكولا سيمينالز، هنا تبقى ايه، مدخل اليورينر بلادر، خلاص احنا كده كده يورينر بلادر كده يوريثرا، دي البالبو يوريثرا الجلاند، ده كده الاكسسوري ده الجلاند في الاستاليون، دي البالبو يوريثرا الجلاند اخر غده موجوده تفتح فين على اليوريثرا، وهنا البالب اوف ذا بينس بقى بدايه القضيب، ولذلك سموها بالبو يوريثرا ليه جلاند. وزي ما قلنا قبل كده ان الاثنين داكتس ديفرنس ماشيين في جينيتال فولد جوه البلفيك كافيتي، لو كملنا جوه البلفيك كافيتي وتشرحه قلنا دي اليورينر بلادر، دي الجينيتال فولد، دي جزء الامعاء وعلى الاخص جزء المستقيم لان احنا في نهايه البلفس، دي الفيزيكولار جلاند قدام حضرتك يا جماعه كده، رفعنا عملنا ليفيشن للامبولا داكتس ديفرنس والجينيتال فولد، نبص تلاقي حضرتك دي الايه، دي الفيزيكولار جلاند اهي، موضح لنا اهي دي الفيزيكولار جلاند اهي اهي، ودي الاثنين داكتس ديفرنس اهم، اللي بيشاور بايده عليه دوت ايه، عباره عن ايه، عن جزء الداكتس ديفرنس لوحده، انما الجزء ده كله على بعضه اسمه ايه بقى، اسمه الاسبرماتوكور. احنا كده عندي ايه، عند الانترنال انجواينرنج، احنا كده جوه الحوض، احنا جايين منين، من بره الحوض لجوه الحوض، القناه اللي ماشي فيها الاسبرماتوكورد ده كله ماشي فيه الداكتس ديفرنس ده، وهيخرج الارتري من هنا ويرجع الفين من هنا، والنيرف تدخل من هنا تروح فين، تروح لخارج الجسم، تمشي في القناه دي الانجوينال كانال دي، فده كله دي بدايه ايه، بنسميها الديب انجوينال رينج او الانترنال انجوينال ايه رينج اهو. بص حضرتك معايا، ادي الداكتس ديفرنس الوعاء النقي، وادي التستيكولار ارتر والتستيكولار فين، كل ده مشي منين يا جماعه، مشي من الانجوينال كانال، الفتحه اللي قدامنا ده عشان احنا جوه، دي الانترنال انجوينال رينج، كل التراكيب دي بتكون ايه اصلا، بتكون الاسبرماتيك ايه كور، ده الاسبرماتيك كور ده هوت اللي هو هياخد بقى فولد من البروتون ويعلق الخصيه، انما دي الانترنال انجوينال ايه رينج، وادي الداكتس ايه ديفرنس. ده كان بعض الصور واخدنا من بعض المواقع، ممكن حضراتكم برضو تشوفوها، ده رابط على اليوتيوب للقناة دي بتاع التشريح في الديفرنت انيمالز، حاجة جميلة قوي للتشريح، حضرتك ممكن تطلع عليها. دي الاكسسوري جينتال جلاند في الورس، ده الامبولا داكتس ديفرنس، دي اليورينري بلادر، ده الداكتس ديفرنس، دي الامبولا داكتس ديفرنس قدام حضرتك اهي، دي الفيزيكولار جلاند او الغده الحويصليه، دي البروستيك جلاند، يبقى ده الاكسترنال بارت او البودي اوف ذا بروستيك جلاند، دي البالبو يوريثرال جلاند، ادي الامبولا داكتس ديفرنس، دي الفيزيكولار جلاند، دي البروستيك جلاند، دي البالبو يوريثرال جلاند، دي الاكسسوري جينتال جلاند. ده جدول يوضح لحضرتك ايه الاكسسوري جينتال جلاند في الديفرنت انيمال، في الاستانيول بلاي
الامبولا دكتور ديفرنس فيزيكولار جلاند البروستيك جلاند الاكسترنال بارت بس اللي هو بنسميه البودي او البارز اكسترنال، انما الانترنال بارت او البارز الديسيمينيت يبقى ابسنت. بالبروسر جلاند موجوده في البول، كل الغدد موجوده سواء الامبولا دكتور ديفرنس فيزيكولار جلاند البروستيك جلاند بجزئيه اكسترنال بارت وانترنال بارت البالبروسر جلاند، في الرام كله موجود ما عدا الايه الاكسترنال بارت بتاع الايه بتاع البروستيك جلاند. في البطن نفس الوضع زيه زي الرام، الاكسترنال بارت بتاع البروستيك جلاند هو اللي بيغيب. في البور الامبولا داكتس ديفرنس بتغيب في البور. في الضج، الضج تكاد تكون ما فيش غير ايه غير الاكسترنال بارت بتاع البروستيك جلاند، دي الغدة اللي موجودة في الضج. وذلك لما نيجي نتكلم نقول بقى حد يقول لك اكسسوري جينتال جلاند في الضج، هي البروستيت واكسترنال بارت بس. اه الامبولا داكتس ديفرنس بورلي ديفلوب، الفيزيكولار جلاند ابسنت، الانترنال بارت سكانتي او قليل قوي او يكاد يكون ايه ضئيل جدا، البالبورسر جلاند مش موجوده. هي اللي موجوده وبوفره وكبيره جدا هي الاكسترنال بارت بتاع البروستيت اللي هي البودي بتاع البروستيت. في التوم كات الامبولا داكتس ديفرنس ابسنت، بقيه الغدد موجوده. ولذلك احنا قلنا حتى البالبورسر جلاند مش موجوده في الدوج انما موجوده في الايه في الكات. في الكامل الفيزيكولار جلاند بتغيب عن التواجد في الايه في الكامل. إن شاء الله دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.